السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع حلقة جديدة أراد فيها عدنان إبراهيم أن يرفع من مقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوق المقام الذي أراده الله ورسوله، وذلك عن طريق الكذب عليه رضي الله عنه. كذب على علي رضي الله عنه وخالف صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ستدركون من خلال هذه الحلقة مدى سخافة عقل هذا الرجل. سنسمع أولا ماذا يقول ثم نعود للرد عليه. وصرح أنه ورث علم رسول، كيف لا يرث علمه وهو صديق هذه الأمة الأكبر؟ فقد ثبت عنه أنه قال: أنا أخو رسول الله، أنا عبد الله وأخو رسوله وصهره. قال: وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كاذب. واحد يقول الصديق الأكبر، أليس أبو بكر هو الصديق؟ أبو بكر صديق أيها الإخوة. لا يخفاكم يا إخواني يا أخواتي أن كل مقام من المقامات المعنوية من مقامات الإيمان أيها الإخوة ضمنه مقامات متفاوتة الرتب والدرجات. لذلك هناك الصديقية العامة التي قطع الله بها لعموم المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، قال إيه؟ هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، هؤلاء هم الصديقون. كل مؤمن آمن بالله ورسوله وصدق في الإيمان هو صديق، هذا أدنى المقامات. وهناك صديقية أرفع بلا شك، أن صديقية أبي بكر رضوان الله تعالى عليه وقدس الله سره الكريم أرفع من هذه الصديقية العامة. أما صديقية الإمام علي وفاطمة والحسنين فهي صديقية أخف، لأنهم اتفقوا على أن الصديقية هي مقام خواص المقربين من الرسل والنبيين. ومن أقرب من علي إلى رسول الله؟ وهو أخوه في الدنيا والآخرة. كما سمعنا مع حضراتكم عدنان إبراهيم برر وراثة علي بن أبي طالب لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليا هو صديق الأمة الأكبر. لكن قبل الشروع في تحليل وتفنيد متن هذه الرواية، سنتكلم أولا عن سند هذه الرواية، ونثبت لحضراتكم أن عدنان إبراهيم كذب على لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه بريء من هذا الكلام. كيف هذا؟ العلماء يقولون أن استنباط المعاني والأحكام من أي رواية فرع عن تصحيح سندها، فإذا صحت الرواية بدأ العلماء في استنباط المعاني والأحكام من هذه الرواية، وإذا لم تصح الرواية فلا حاجة لنا في معانيها ولا في أحكامها. طيب، من هم العلماء الذين حكموا بأن هذه الرواية رواية ضعيفة باطلة موضوعة مكذوبة على علي بن أبي طالب؟ أمام حضراتكم كتاب المنتخب من علل الخلال للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، صفحة رقم 204، يقول: قال الأثرم: سألت أبا عبد الله أي الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله عن حديث علي: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر، فقال الإمام أحمد: اضرب عليه فإنه حديث منكر. ومن حضراتكم كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي رحمه الله، الجزء الرابع، صفحة رقم 31، في ترجمة عباد ابن عبد الله الأسدي، ذكر الرواية ثم قال: هذا كذب على علي. إذن هذا الكلام مكذوب على علي بن أبي طالب، فمن أين قال عدنان إبراهيم أن هذا ثبت عن علي؟ فقد ثبت عنه أنه قال: أنا أخو رسول الله، أنا عبد الله وأخو رسوله وصهره. قال: وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذب. فقد ثبت عنه أنه قال يكذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك ليرفع من مقام علي بن أبي طالب. وأمام حضراتكم كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي رحمه الله، الجزء الثاني، صفحة رقم 92، قال ابن الجوزي:
فضائله أي فضائل علي الصحيحة كثيرة، غير أن الرافضة لم تقنع فوضعت له ما يضع أي من قدره لا ما يرفع، وحوشيت حاشيته من الاحتياج إلى الباطل. في صفحة رقم 98 ذكر ابن الجوزي هذه الرواية فقال: هذا حديث موضوع، وأما المتهم به عباد بن عبد الله. أمام حضراتكم كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، الجزء الرابع صفحة رقم 66، يقول بعدما ذكر هذه الرواية: وهذا الحديث منكر بكل حال، ولا يقوله علي رضي الله عنه، وكيف يمكن أن يصلي قبل الناس بسبع سنين؟ هذا لا يتصور أصلا، والله أعلم. أما حضراتكم كتاب الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، الجزء الأول صفحة رقم 321، ذكر الإمام السيوطي هذه الرواية ثم قال: حديث موضوع كما ذكره شيخنا الألباني في السلسلة الضعيفة، الجزء العاشر صفحة رقم 651، وقال: حديث موضوع، ووضعه ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. تخيلوا اسم الكتاب، ابن عراق الكناني وضع هذه الرواية في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، فهي رواية موضوعة كما وضعها الإمام الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. وأختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهج السنة النبوية، الجزء السابع صفحة رقم 444، يقول: وعباد يروى من طريقه عن علي ما يعلم أنه كذب عليه قطعا، مثل هذا الحديث، أي مثل حديث وأنا الصديق الأكبر، فإنا نعلم أن عليا كان أبر وأصدق وأتقى لله من أن يكذب ويقول مثل هذا الكلام الذي هو كذب ظاهر معلوم بالضرورة أنه كذب. فحتى على فرض صحة هذه الرواية فليس فيها ما فهمه عدنان إبراهيم من أن هذه الصديقية الكبرى المنسوبة لعلي بن أبي طالب في هذه الرواية هي تعلو على صديقية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر وعمر وعثمان على فرض صحة هذه الرواية لا تشملهم الرواية، لأنها على فرض ثبوتها قال علي فيها: لا يقول هذه الكلمة بعدي وليس قبلي. صح؟ عدنان إبراهيم ماذا فعل؟ جعل كلمة بعدي معناها قبلي وبعدي، وفهم من الرواية أن عليا أفضل من أبي بكر. تخيلوا كلمة بعدي عند عدنان إبراهيم صار معناها قبلي وبعدي. هذا والله المستعان، وهذا من المحن التي تعاني منها الأمة الإسلامية، وهذا مما يدل على ضعف عقل عدنان إبراهيم. ثم إن عدنان إبراهيم دلس تدليسا خطيرا يفضح كذب هذه الرواية وبطلانها عقلا وشرعا. عدنان إبراهيم حذف جملة نسبت في هذه الرواية إلى علي بن أبي طالب، وهي أنه قال: صليت قبل الناس بسبع سنين، وفي رواية أو في لفظ آخر: وأسلمت قبل الناس بسبع سنين. تعرفين يعني إيه علي بن أبي طالب أسلم أو صلى قبل الناس بسبع سنين؟ الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب حينما تكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أنه مات وعمره 63 سنة، ومات شهيدا رضي الله عنه في السنة 40 من الهجرة. لو حذفنا هذه 40 سنة من عمر علي بن أبي طالب يتبقى لنا 23 سنة. ثم هناك من الهجرة أو من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة 13 عاما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وحذفنا هذه الأعوام لصار عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. والرواية تقول أنه قال: أسلمت أو صليت قبل الناس بسبع سنين، فهذا يعني أن علي حينما أسلم وصلى كان عمره 3 سنوات. ثم إن هذه الرواية تقتضي وتلزم عدنان إبراهيم على فرض صحتها طبعا أن علي رضي الله عنه أسلم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم،
تخيلوا يعني علي أسلم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. طب أسلم على دين من؟ علي بن أبي طالب. كنت أتمنى أن يكون هذا الرجل منصفا ولا يأتي برواية ضعيفة مكذوبة لينسبها إلى علي بن أبي طالب حتى يمدح بها عليا. يا أخي علي بن أبي طالب غني عن هذا المدح. علي بن أبي طالب ليس يحتاج أصلا إلى مثل هذا الثناء. إخوة، الذهب ذهب وله ثمنه وقيمته إذا ما أردت أن تزينه بماء الذهب. ماء الذهب رخيص. إذا أردت أن تزين الذهب بماء الذهب صار الذهب ليس له قيمة، لأنه غطي بما هو أقل قدرا من قيمته الحقيقية. هذا بالضبط ما فعله عدنان إبراهيم مع علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ليس يحتاج هذا الكذب. علي بن أبي طالب وردت في حقه أحاديث صحيحة تجعله خامس رجل في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يعني هذا خامس رجل في هذه الأمة. يعني لسنا نحتاج لمثل هذا الكذب الذي يصوغه عدنان إبراهيم ويستدل به لنرفع من مقام علي الذي أصلا هو مرفوع مقامه، والذي رفع مقامه وذكره هو الله ورسوله. وكفى بعلي شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن علي أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه هي المناقب الحقيقية التي وردت في حق علي بن أبي طالب. ثم إذا صححنا هذه الرواية هذا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الرواية تقول أن علي أسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين، يعني قبل أسلم قبل بعث النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يقول وأنا أول المسلمين. والذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هو علي بن أبي طالب. سيدنا علي كما في مسند الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين أو على شرط مسلم، وسند صحيح في مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة وكبر استفتح. تعرفون إن شاء الله أن هناك 14 دعاء وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها شيخنا الألباني في كتابه الماتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن أدعية الاستفتاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من أول المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية تقول أن عليا أسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أسلم فقط بل صلى أيضا، أحكام الصلاة لم تكن قد نزلت أصلا. هذا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف نترك الصدق والأحاديث الصحيحة التي رويت في هذا الباب ونأخذ ونصدق مثل هذه الرواية المكذوبة الباطلة التي أجمع العلماء على أنها رواية مكذوبة، خصوصا أن هذا يتعارض مع السنة النبوية الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يبقى السؤال، من هو صديق هذه الأمة؟ الصديق الأكبر لهذه الأمة، صديق هذه الأمة هو أبو بكر الصديق باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. ما الدليل على هذا الكلام؟ من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل، جبل فوقه رسول الله أفضل من خلق الله، وفوقه خيرة البشر بعد الرسل والأنبياء أبو بكر وعمر وعثمان. اهتز الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. طبعا الشهيدان عمر وعثمان، والنبي طبعا من قبلهما معروف عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، والصديق هو أبو بكر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبا بكر صديقا. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم سمى عليا صديقا؟ طبعا بلا شك
وبإجماع المسلمين أن عليا صديق، ليست هذه هي المسألة. لكن من هو الصديق الأكبر لهذه الأمة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. طب أبو عمر ده سلفي وهابي، وإحنا أصلاً بنكره أي حد سلفي وهابي، إحنا عايزينه ناصري كما يقال لي في التعليقات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. طب نريد رجلاً ليس ناصبياً ولا وهابياً ولا سلفياً حسب ما يقال بهذا السياق الذي يقولونه. الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب حينما ترجم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أن أبا بكر هو الصديق الأكبر. هل يقال على الإمام ابن حجر العسقلاني أنه وهابي أو أنه سلفي أو أنه ناصبي؟ قولوا ما تشاءون. وهكذا تجد أن علماء الأمة الإسلامية فهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصديق هو أبو بكر. ثم زعم عدنان إبراهيم أن مقام الصديقية يكون للمقربين من الأنبياء، ثم قال ومن أقرب من علي بن أبي طالب؟ هذا الرجل يفهم القربة بشكل مخالف لجميع العقلاء. أنا سأعطيه دليلا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر كان أقرب من علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في صحيح البخاري. لما قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول الرواية فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي جحيفة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولو شئت لحدثتكم بالثالث. يا عدنان حاول أن تفهم، حاول أن تفهم وتعمل عقلك. علي بن أبي طالب الذي تريد أنت أن ترفعه فوق مقام أبي بكر وعمر، علي نفسه يقول أن أبا بكر وعمر خير منه وأفضل منه، أين ستذهب؟ الأمور ليست هكذا. لو كان علي يعلم من نفسه أنه خير من أبي بكر وعمر لقال هذا. وبالمناسبة هذا الحديث حديث تفضيل علي بن أبي طالب لأبي بكر وعمر على نفسه، هذا متواتر عن علي بن أبي طالب، هذا حديث متواتر مجمع على صحته، فلا تحاول أن تطعن في مثل هذه الرواية. ثم في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. والخلاصة في هذا الموضوع أن عدنان إبراهيم كذب على لسان علي بن أبي طالب ونسب إليه كلاما لم يقله. ثم عدنان إبراهيم أثبت لنا أنه ضعيف العقل حينما فهم النص، حينما فهم كلمة بعدي أنها تعني بعدي وقبلي. ثم أن عدنان إبراهيم دلس وحذف من هذه الرواية آخرها لأن آخرها يطعن في متنها. ثم أثبتنا لحضراتكم أن الصديق الأكبر في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق. وقد يقول بعضهم ما هذه المواضيع السخيفة، لماذا تطرحون مثل هذه المواضيع؟ نقول نحن لم نطرحها، عدنان إبراهيم هو الذي طرح خلاف الحقيقة فرددناه إلى الحق، واضح؟ وحتى لو طرحناها هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبا بكر وعمر على غيرهما، فلا يجوز أن يأتي شخص ما فيفضل عليا على أبي بكر وعمر على أبي بكر وعمر على من فضلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا إخواني وأخواتي أن تنشروا هذه الحلقة على المنتديات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما، والدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما لا تنسوا أن تشتركوا في القناة عن طريق الضغط على زر اشتراك الموجود تحت الفيديو. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك
على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.